خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع إسطنبول وأنقرة للتنديد بمتمردي حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذين قتلوا 13 جنديا تركيا في كميننا الأسبوع الماضي، مما أثار غضبا عارما في البلاد. في إسطنبول تظاهر أكثر من 5000 شخص رافعين الأعلام التركية بعدما لبوا دعوة وجهت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وفي أنقرة سار نحو 4000 متظاهر إلى شوارع المدينة قبل أن تنتهي التظاهرة عند ضريح أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة. وقتل 13 جنديا في منطقة يتخذها متمردو حزب العمال الكردستاني معقلا قرب مدينة سيلفان في إقليم ديار بكر، وهي أكبر خسارة يتكبدها الجيش منذ تشرين الأول أكتوبر العام 2008.